او ثلاثة رموا في اللقطة الماضية، لكن في النهاية محاولة اماراتية بحوزة حارس المرمى. بعض الجماهير القليلة جدا التي قد تثير شغبا، لكن في النهاية فرصة كورة. يعني فرصة التعديل لم تستغل، هذه فرصة على طبق من ذهب. وليد علي، شوف 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 اللعبة المال، شوف وليد علي وقارن ما بين وليد علي في التعامل مع الكرة هذه وما بين اسماعيل مطر في كرة الهدف. يعني لو وضعها على طريقة اسماعيل مطر بهدوء كبير كان ممكن يسجل، لكن وضعها بهذه القسوة. وكرة من شوط المباراة الأول انتهى إماراتيا بهدف، ولدينا الله على اللعبة الماضية. يا حالاتك يا الإماراتي في اللقطة الماضية، والمحاولة اسماعيل مطر وتمريره حلوة، الثاني الثاني، الله الله الله، ثواني من نار. الإماراتي بفرصتين محققتين كاد أن يسجل هدفا ثانيا لولا براعة نواف الخالدي، ويتواصل الضغط الإماراتي. هذا هو أبيضنا وهذا هو منتخبنا. الريد الثاني في الشوط الثاني ومحاولات مستمرة، كرة بعيدة المدى قوية، نواف الخالدي يستلمها. عندنا مباريات اليوم قطر والبحرين في مواجهة مثيرة، فالقطريين إن فازوا ضمنوا الصعود، والبحرينيين إن فازوا يعني راح يزيدون فرصتهم للصعود. اندونيسيا مع ايران، ايران انتصرت. الكويتي انقاذ وابعاد الفرصه الماضيه، الكويتي كله متراجع، الكويتي كله متراجع للخلف. والامارات الان يتقدم، نواف الخالدي بطريقه ممتازه التقط الكره الماضيه. لا يزال الفيتنامي لي كونغ فينيه هو هداف البطولة بسبعة، وتعود له الأمنيات ويعود مرة أخرى بطموحات المواصلة. والضربة الركنية الإماراتية الأخيرة ترسل، والفرصة فيها، وهنا خطأ يحتسب للمنتخب الكويتي، وأعتقد أن الأمور انتهت، الأمور انتهت. نواف الخالدي الآن يسقط في أرضية الملعب، الوقت انتهى. الاشتراك ما بينه وما بين بشير سعيد، أمر طبيعي أن يحدث مثل هذه الالتحامات. إن فاز المنتخب الكويتي فنبارك له، وإن